مهنة جديدة بدأت تسيطر على سوق العمل المنزلي في سوريا بشكل ملحوظ مؤخراً، باتت تدر آلاف الدولارات على العاملين بها ولا تحتاج إلى رأس مال كبير، ويمكن العمل بها من المنزل. فما قصتها؟ يحاول السوريون ابتكار أساليب جديدة ومهن غير تقليدية من أجل الحصول على مردود مادي في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة. كما توجه قطاع كبير من العائلات السورية إلى افتتاح مشاريع صغيرة تؤمن لهم بعض من الأموال والربح المادي شهرياً، يساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وبالفعل نجح العديد منهم في التوصل إلى أساليب مبتكرة لتحقيق أرباح مالية معتبرة، ومؤخراً لجأوا إلى مهنة صنع المخلل في المنزل ثم بيعه في الأسواق أو عبر التسويق من خلال الإنترنت بطرق وأساليب مبتكرة تشبه إلى حد كبير الطريقة التي يتم فيها منتجات الشركة الكبرى. العديد من السوريين فكروا بكيفية الاستفادة من الخضروات التي تباع بسعر رخيص في الأسواق، حيث تتجه محال بيع الخضار لبيع خضرواتها التي تذبل قليلا بأسعار رخيصة، وهذا لا يؤثر على جودة ونوعية المخلل في حال صناعته من تلك الخضروات. من عمل في هذه المهنة ولمس كمية الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلالها قام بتطوير أدواته وإدخال تقنيات جديدة تمكنه من إنتاج أنواع جديدة من المخلل جودتها مرتفعة وممتازة، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات. جودة المخلل التي يتم صنعه على يد العديد من العائلات السورية في منازلهم قد ساهم بشكل كبير في زيادة المبيعات وتأمين سوق خارجي لتصدير المنتجات، خاصة إلى دول الخليج العربي ومعظم دول الجوار، مما أدى إلى مضاعفة الأرباح. الفكرة بدأت قبل عدة سنوات، حيث اتجه أحد الشبان إلى شراء كميات كبيرة من الخضروات من السوق بسعر أرخص من محال بيع الخضار. جرب الشاب لفترة قصيرة صنع المخلل وبيعه في الأسواق والمحال التجارية والبقالات، ولمس إقبالاً كبيراً وحقق أرباحاً لم يكن يتوقعها، الأمر الذي جعله يوسع من نطاق عمله. بعد ضمان نجاح المشروع بنسبة كبيرة توجه إلى شراء كميات أكبر وعرض المنتجات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة. بدأ يتلقى بعض الطلبات من أشخاص يسكنون في الخارج. قرر الشاب أن ينشئ صفحة خاصة بالمنتجات التي يصنعها رفقة عائلته. التجربة تم تعميمها على الكثير من العائلات والأشخاص في سوريا، وتوسع نطاق انتشار العمل في هذه المهنة. أكثر أنواع المخلل التي يتم تصديرها إلى الخارج هي مخلل الخيار والجزر والفجل واللفت والملفوف، فضلا عن تصدير مخللات الفليفلة والباذنجان التي كثر الطلب عليها مؤخرا بعد أن كان الطلب مقتصرا على الأنواع الأولى.